السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معك عبد السيد. وإن شاء الله النهاردة هتكمل لوجيستيك شابتر 7. آخر نوع عندنا في شابتر 7 النهاردة اللي اسمه ال NRPCL أو NRPCL problem. ده مسألته بتبقى بالشكل ده كده، تمام؟ بيجيب لك بيقول لك إنك عندك الكمباني دي بتستلم اوردرات معينة من عدد معين من الكاستمرز، تمام؟ وانت عندك فيكل الكباسيتي بتاعتها 40، وبيجيب لك الديستنسز ما بين التبوت بتاعك اللي هو المكان اللي العربية بتاعتك فيه لحد الكاستمرز كلهم، تمام؟ وبيقول لك هنا في نوعين او في ثلاث انواع من المطالب. اول مطلوب بيقول لك find the number of feasible routes او routes and the table with them with the corresponding costs، تمام؟ اول حاجة بنعملها بنفترض احنا قال لك انت عندك 5 كاستمر، كل واحد له اوردر معين، اوردر سايز معين، وعندك الفيكل بتاعتك الكباسيتي بتاعتها كباسيتي معينة، تمام؟ فانت اول طلب بيقول لك هات لي كل الفيسبل روتس اللي انت ممكن تقدر يعني تساتسفاي الكاستمرز دول كلهم، تمام؟ انت عندك الروتس بقى، اول روت عندك انت لو نفترض ان هنا كده دي العربية بتاعتك، دي الفيكل بتاعتك، فاول روت ان هي ممكن تروح للكاستمر رقم واحد لوحده وبعدين ترجع كده بقى تريب، تمام؟ الروت التاني انها ممكن تروح للكاستمر رقم 2 وترجع، تمام؟ كده كده هي 40 والكاستمر الواحد كل واحد لوحده اقل من 40، فبالتالي تقدر تكفي ده لوحده وده لوحده وده لوحده وده لوحده وده لوحده، يبقى ممكن نقول ايه صفر. يعني هي طبعا الفيكر عند الايه عند الديبوت اللي هو صفر، فبالتالي هنقول صفر وبعدين عند الواحد ومن الواحد للصفر. دي كده اول روت. الروت التاني صفر لاتنين ومن اتنين لصفر. الروت التالت صفر تلاتة، تلاتة صفر، تمام؟ الروت الرابع صفر، أربعة صفر. الروت الخامس صفر، خمسة صفر، تمام؟ طيب تقدر انت الفيكل بتاعتك تاخد اتنين كاستمرز اتنين مع بعض؟ اقول لك اه. ليه؟ يعني ممكن اقول صفر واحد اتنين صفر. ليه؟ تقدر. طيب فكده معناه ان انت عندك اول روت صفر الواحد وبعدين اللي هو يعني انك تروح لده لوحده وانك تروح لده لوحده وده لوحده. طيب الروت التاني اللي عندك انت ممكن تروح من الصفر وبعدين نروح من واحد واتنين وبعدين تروح راجع للصفر تاني. ليه؟ ما هو كده كده الاتنين مجموعهم 22 وانت عندك 40، يبقى ينفع. طيب يبقى ممكن تروح لواحد واتنين مع بعض، او واحد وتلاتة مع بعض، او واحد واربعة مع بعض، او واحد وخمسة مع بعض، تمام؟ او اتنين وتلاتة مع بعض، اتنين واربعة مع بعض، اتنين وخمسة مع بعض، لان كل ده مجموعهم اقل من 40. طب تجيب كل البوسيبل روتس اللي عندك، تمام؟ طيب خلصت اتنينات، ممكن تعمل روح من تلاتة لأربعة مع بعض، أو تروح لتلاتة خمسة مع بعض، أو تروح لأربعة وخمسة مع بعض، لأن مجموعهم كام؟ 38، يبقى إيه؟ أقل من 40. طيب هل ينفع أروح لواحد واتنين وتلاتة مع بعض؟ أه، لأن مجموعهم 37، يبقى ينفع. هل ينفع أروح لواحد واتنين وأربعة؟ أه، مجموعهم 40 بالظبط. طب هل ينفع أروح لواحد واتنين وخمسة؟ لأ، لأن كده هيبقوا 42، يبقى دي كل الروس المتاحة عندك. فبتروح عامل لهم جدول كده، في اول خانه فيه اللي هو الواي، تمام؟ اللي هو يعني الترتيب بتاعهم، يعني السيريز بتاعهم. وبعدين بتقول الروت بتاعك، احنا قلنا اول حاجه هتروح للواحد لوحده، تمام؟ فده معناه ان انت كنت عند الصفر، بعدين يبقى من الصفر بتروح بعدين بتروح للواحد، ومن الواحد تروح راجع للصفر، واتنين نفس النظام، يعني واتنين نفس النظام، بتروح مزود في كل الخانات صفر على اليمين وصفر على الشمال، صفر على اليمين وصفر على الشمال، صفر على اليمين. هنا كده هتروح لواحد واتنين مع بعض، معناه انك مشيت من صفر لواحد لاتنين وبعدين رحت راجع عند صفر تاني، تمام؟ يبقى انت ايه بتكتب كل الروتس اللي عندك وبتعدهم في الخانة اللي اسمها واي وتحط صفار حواليهم كلهم، تمام؟ اهم كده. طيب اخر اقدر اروح صحيح الواحد واثنين واربعة؟ اه، لان انا كنت حسبتها غلط ولا ايه؟ ايوه انا اقدر اروح لواحد واثنين وثلاثة هيبقوا 37، واقدر اروح لواحد واثنين واربعة هيبقوا 40، تمام؟ طب هل ينفع اروح لواحد واتنين وخمسة؟ لا. هل ينفع اروح لاتنين وتلاتة واربعة مثلا؟ لا. خلاص يبقى ده كل الروس عندك، كتبتهم كلهم وحطيت صفر يمين وشمال. طيب مطلوب منك انك تجيب الكوست بتاع ايه؟ طبعا هنا الكوست بروبوشنال للديستنسز، فاي الاتنين بيعبروا نفس الحاجة يعني. فبتروح عامل كمان عمود كاتب في الكوست ايه بتاعهم كله. الكوست ده هتجيبه ازاي؟ الكوست بتاع من صفر لواحد زائد من واحد لصفر، تمام؟ من صفر لواحد لأربعة زائد من واحد لصفر أربعة يبقى 8، تروح كاتب هنا كده 8، تمام؟ وهكذا تعمل مع كله، تيجي على دي كده من صفر لواحد ومن واحد لاتنين ومن اتنين لصفر، من صفر لواحد ومن واحد لاتنين ومن اتنين لصفر، بتجمعهم كلهم يبقى هو ده القص بتاعك، وبتملى الجدول كله بالشكل ده كده، تمام؟ كده يبقى انت خلاص أول مطلوب اللي هو بيقولك find the number of feasible routes and the table of them with corresponding costs، تمام؟ كده انت خلصت ايه اول بتاع. يا ريت نكون فهمناه يعني.
طيب في وجهة نظر المتواضعة انت ممكن سؤال يجي لك في الحتة ازاي، يقول لك انت طلعت لي كام روت في الاخر، ده 17 روت تمام. طب يقول لك لو نفترض ان الروت دي انت بترتبها ترتيب يعني ثابت، يقول لك الروت رقم 10 مثلا ايه اللي فيه، فتقول له 2 و3 والكوست بتاعه كام، واخد بالك؟ او يقول لك مثلا هو يحدد لك الروت ده مثلا ويقول لك الكوست بتاعه كام. اظن دي مش محتاجه بس يعني ادينا بنحاول. طيب ايه الخطوه اللي بعد كده؟ طيب الخطوه اللي بعد كده هو لو طلب منك مطلوب زي ده، قال لك احسب لي اللي هو كلاستر فيرست روت سكند هيورستيك تو جيت ذا بيست سوليوشن فور ذا ذس ان ار بي سي ال. انا ما اعرفش بصراحه ايه هو الان ار بي سي ال وال ان ار بي اس سي، يعني ايه الفرق بينهم. يعني هو عامه اختصارها لنود راوتنج بروبلم وذ كاباسيتي اند لينث، ماشي. لو انت هو بيقول لك احسبها لي بقى بالكلاستر فيرست، انت عندك اتنين هيورستيك عشان تجيب الايه الاوبتيمم سوليوشن بتاع المساله دي كده. اول حاجه اللي هو الكلاستر فيرست روت سكند بتجيبها ازاي؟ بعد انت بعد ما انت طلعت الايه التيبل اللي فيه كل الحاجه عندك، بتروح ماسك بتروح عامل ايه بقى، مش عارف اجيبها ازاي، هقول لك. بتروح ماسك على اي حاجه فيها تلات ارقام، تلات ارقام اللي هما زي دول، طبعا مش هنحسب الاصفار دلوقتي. فانت ده كده عندك اللي هو الواحد والاتنين والتلاته تمام، وتروح دمجه مع اللي يكمله من الارقام التانيه اللي يخليه يشمل كل الكاستمر. يعني ده كده في الكاستمر واحد واتنين وتلاته تمام، ادمجه مع كمان واحد من كل الروتس دي يكون فيه الكاستمر رقم اربعه وخمسه اللي هو ايه اللي هو فوق على طول، يعني ده فيه اربعه وخمسه تمام فهمنا. طيب هنروح كاتبينهم تاني كده تحت، ده اللي هو الايه احنا قلنا سميناه دي يو، هنخلي الروت ده بيطلق عليه رمز اليو تمام. فهنقول كده كام، ده اليو 16 اللي هو اصلا بيساوي قد ايه بقى، تقول عامل مجموعه 0 1 2 3 تمام اللي هو ده كده. طيب وهتقول ان اليو 15 اللي هو بتساوي كام، 0 4 5 0 صفر أربعة خمسة صفر. احنا اخترنا اتنين الاتنين دول ليه عشان نفتكر تاني، علشان يبقى انت كده جبت كل الكاستمرز، انت عندك خمسة كاستمرز هما دول خمسة كاستمرز، تروح جايب الكوست بتاع ده اللي هو من صفر لواحد ومن واحد لاتنين لاتنين لتلاتة، ايه ده في صفر في الاخر تمام، ومن تلاتة لصفر شوف هيطلع لك كام. وتروح جايب ده الكوست بتاع ده من صفر لأربعة، من أربعة لخمسة، ومن خمسة لصفر تمام، اشوف هيروح طالع لك كام، وروح جامع الرقمين مع بعض ويبقى هو ده الاوبتيمال كوست بتاعت لو انت اخترت دول مع بعض تمام. طيب هل في طريقه تانية او اقدر اختار بيها اتنين فيهم كل النودز او فيهم كل الكاستمرز؟ اقول لك ممكن تختار ده اللي هو من واحد واتنين واربعة تمام، كده قال ان اصلك ناقصك تلاتة وخمسة، يبقى هتروح دامج ده مع التلاتة وخمسة اللي هو ده اللي هو 14، يبقى 14 و17. هتجيب الكوست بتاع ده اللي هو من صفر لواحد، من واحد لاتنين، زائد اتنين تلاتة اربعة، زائد اربعة لصفر، وتروح جايب الكوست بتاع ده من صفر لتلاتة، زائد من تلاتة لخمسة، زائد من خمسة لصفر تمام، وتروح جامعهم على بعض وتقارن، تقارن الرقم اللي هو طلع بده والرقم اللي طلع من ده تمام، وتشوف الاصغر منهم يبقى هو ده الاوبتيمال سوليوشن بتاعك زي كده. يعني او بعد ما اليو الاولانيه اللي هي فيها 1 2 3 4 5 تمام جمعهم طلعوا 32. طيب جاب اليوهات التانيين اللي هم كان فيهم 1 2 4 خد معاهم الثلاثه والخمسه وجمعهم طلعت قد ايه 33، يبقى انت بتاخد الاصغر، يبقى هو ده الاوبتيمال ايه سوليوشن بتاعك للان ار بي سي ال بروبلم. طيب ده كده المطلوب التاني. طب المطلوب التالت ممكن يقولك formulate the NRPCC model، يعني اعمل لي الformulation للموديل نفسه يعني. فلحد كده ممكن تمام، يعني اللي مش عايز يكمل الformulation ده مش مشكلة، انا معرفش اصلا هتسيل في الformulation ازاي. المهم لو المسألة جات لك وقال لك احسب لي solve by cluster first root second على طول وما قالكش اعمل لي التيبل ده، فانت مش محتاج تعمل التيبل ده كله، انت محتاج تبدأ من اول ما انت عملت ميجوز، يعني من الاخر دول كده انت مش عايزهم تمام. ممكن تقول لي تروح بادئ الجدول من عندي كده، من واحد لاتنين، من واحد لتلاتة، من واحد لاربعة، من واحد لخمسة، اتنين لتلاتة، اتنين اربعة، اتنين خمسة، تلاتة اربعة، تلاتة خمسة، اربعة خمسة، واحد اتنين تلاتة، واحد اللي هما ايه تمام، اللي هو ميجوز، يعني ما تبدأش الفرد ده. طيب ازاي بقى نعمل فورمنيشن؟ طيب الاول احنا قلنا الجدول بتاعنا بيتكون من ايه، ده كده اسمه الوايات، يبقى ده كده واي واحد، ده واي اتنين، واي تلاتة، وهكذا. هنا القسط بتاع كل واحد من صفر لواحد، واحد صفر، من صفر اتنين، اتنين صفر، القسط بتاعهم تمام. فبكل بساطة اول حاجة عشان تعمل الفورمنيشن هتقول مينيمم، تروح قايل القسط مضروب في الواي بتاعته، يبقى 8 واي 1 زائد الرقم ده واي 2 زائد الرقم ده واي 3. انت بتعمل مينيميزيشن ليه ده كله كده، يعني هتقول لو مثلا القسط ده طلع 30 يبقى نقول ايه زائد 30
واي 17، كل ده كده انت بتعمله من المزيشن ده كده اللي هي الاوبجكتيف. تمام، ده كده الاوبجكتيف. طب سبجكت 2 ايه بقى؟ هتقول سبجكت 2 هتروح قايل سبجكت 2 حاجتين بس، او يعني اتنين كونسترينتس بس. اول حاجه الكونسترينت الاولاني بيبقوا 5 على عدد الكاستمرز اللي عندك. يعني انت عندك 3 كاستمرز يبقى هيبقى في 3 كونسترينتس، عندك 4 يبقى 4. تمام، طيب الكونسترينت الاولاني بقى بتحسبه ايه؟ هتقول واي، هتجيب كل الوايات اللي فيها رقم 1، يبقى تقول واي 1 زائد واي 6 لان دي فيها رقم 1. تمام، زائد واي 7 زائد واي 8 زائد واي 9 زائد واي 16 زائد واي 17، كل ده اكبر من او يساوي الواحد. ما تسالنيش ليه، تمام، لان انا ما اعرفش اصلا. طيب هتقول بقى، وهتقول ده الكونسنت الاول. طب الكونسنت الثاني واي 2 زائد واي 6 زائد واي 10 زائد واي 11 زائد واي 12 زائد واي 16 زائد واي 17 اللي هو كل الوايات اللي فيها رقم 2 اكبر من او يساوي الواحد، وهكذا مع ايه؟ مع الثلاثة. هتقول واي 3 زائد واي 7 زائد واي 10 زائد واي كام؟ 13، وهكذا. تمام، بتعملهم مع ايه؟ مع الخمس كاستمرز اللي عندك، وتقول اكبر من او يساوي الواحد. والكونسترينت الاخير بقى هتقول ان كل الوايات دي، كل اللي ذكرتها، تنتمي للمجموعه 0 و1، يعني ايه؟ يا 0 يا 1. اظن كده تمام، واللي ناقصه حاجه ممكن يسالني فيها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.